السادة الحضور وكل عام وحضراتكم بخير. نجتمع اليوم في ظل ظروف تاريخية يعيشها الوطن. ففي هذا الأسبوع الأول من شهر رمضان استطاع شعب مصر أن يهدي نموذجا آخر للتاريخ وللعالم كله. استطاع شعب مصر أن يسقط أسطورة الحاكم الفرعون الذي استمر منذ فجر التاريخ، أسقطها شعب مصر بثورته ورأيناها رؤى العين يوم 3 أغسطس، وأصبح شعب مصر هو السيد، وأصبح أي حاكم قادم هو خادم لهذا الشعب، أجير لدى الأمة. هذه هي اللحظات التاريخية التي تعيشها مصر والتي ينظر إلينا وينتظر منا العالم كله ماذا سنفعل. المرحلة القادمة تحتاج إلى الوحدة، تحتاج إلى التماسك، تحتاج إلى التوافق. لن يستطيع حزبنا فصيل واحد أن يتحمل المسؤولية كاملة لسنوات 5 قادمة. لا يستطيع حزب واحد أن يقود المرحلة التي تحتاج منا جميعا أن نتوحد ونتماسك. البرلمان القادم لا يجب أن يكون برلمان أغلبية وبرلمان أقلية، لأن الأغلبية بطبيعتها أغلبية اليوم هي أقلية الغد، فالأغلبية متغيرة. وبالتالي فالبرلمان القادم يجب أن يكون برلمانا توافقيا لأنه سيضع دستور البلاد. أيضا في ظل الدعوة إلى التحالف الديمقراطي الذي نشعر بأن نكون طرفا في هذه الدعوة. هذه الدعوة يا إخواني هي التحالف الديمقراطي من أجل وضع البنية الأساسية للنظام السياسي لسنوات 5 قادمة. ولذلك فإن الدعوة مفتوحة للجميع. قد أزعج البعض ما حدث يوم الجمعة 23 يوليو. وقد صدرت بعض التصريحات التي شابها بعض العصبية والناس لا حق فيما حدث. فقد اعتدنا في ميدان التحرير أن يكون رمزا للوحدة. لن نرى في ميدان التحرير علما يرفع أو راية ترفع سوى علم مصر. لن نرى هتافا في ميدان التحرير طائفيا أو فئويا. لن نرى في ميدان التحرير ما رأيناه يوم الجمعة 23 أغسطس. ولكن 23 يوليو. ولكن هذا لا يعني أن يظل ميدان التحرير أن يكون ميدان التحرير رمزا للفرقة. يجب أن نحافظ جميعا على أن يظل ميدان التحرير رمزا لوحدة صفوف الأمة، رمزا للتوافق الوطني، وليس رمزا للتناحر. يخرج اليوم المسلمون والمسيحيون، ثم يخرج السلفيون والصوفيين، ثم يخرج وهكذا وهكذا. ليس هذا هو ميدان التحرير الذي صار رمزا للثورة المصرية والتي يجب علينا جميعا أن نحافظ عليه. نحن في مرحلة تتطلب منا جميعا أن نتوافق على مبادئ أساسية تكون أساسا لدستور يؤسس لدولة مدنية ديمقراطية وحديثة وعادلة، دولة المواطنة والقانون. وهذا ما نسعى إليه جميعا، وندعو كل الأحزاب والقوى السياسية إلى أن تنضم لهذا التحالف حتى نخرج.